الإغريقية واستطاعت أن تنتج فلسفة إسلامية تلائم الأصول المميزة للحضارة الإسلامية ولا سيما تلائم ثوابت العقدية والأخلاقية والروحانية والمعاملاتية المستمدة من الكتاب والسنة ومن تأصيلات السلف الصالح، وأيضا تخوض بعمق في النقاشات المختلفة التي طرحتها الميتافيزيقا مثلا في الفلسفة الإغريقية مثلا. ولذلك سوف تنتج الثقافة الإسلامية فلسفة إسلامية سوف تكون هي الأساس الذي سوف أيضا حين سوف تنتقل مثلا فلسفة ابن رشد إلى الضفة الشمالية للمتوسط سوف تشكل ملهما رئيسا للإصلاح الديني في أوروبا. إن هذا نموذج واضح للمثقف وليس الاستلاف الثقافي. ولكن في اللحظة المعاصرة في ما يسمى بعصر النهضة العربية بعد القرن الثامن عشر ثم القرن التاسع عشر الأمر أصبح مغايرا. أصبحت الثقافة العربية الإسلامية تشعر بكونها ضعيفة على مستوى الإنتاج، لأنه منذ القرن الثالث عشر الميلادي السابع الهجري توقف العقل الإسلامي عن الإبداع. وإذا ظهرت بعض الآثار فهي آثار استثنائية، ومن ثم سوف تزود في ثقافتنا، ونعرف هذا بشكل واضح، ثقافة المكرورات وثقافة المنظومات وثقافة الشروح وثقافة الحواشي وثقافة التي تقوم على التكرار بدل الإنتاج. لن تجد مثلا من بعد هذه الفترة كتابا في أصول الفقه مثل المستصفى للإمام الغزالي، ولن تجد سوف تجد دائما نوعا من العودة للأخذ بالنتائج التي وصلت إليها الثقافة الإسلامية في مختلف معارفها المعرفية مجالاتها المعرفية في القرن الثالث عشر الميلادي السابع الهجري، تنويعات لاحقة وإبداعات استثنائية هنا وهناك. لذلك لما اصطدم المسلمون بهذه الثقافة الوافدة، ثقافة يسميها البعض بصمة الحداثة، ثقافة الوافدة، لم يكن بإمكانهم إلا أن يتفاعلوا منها كآخذين كمستهلكين. لذلك قامت فئة ممن رأوا خطر ذلك على الهوية الإسلامية لكوننا لا نملك القدرة الاستيعابية لهذه الثقافة الوافدة وإعادة إنتاجها ومخضها في إنتاج جديد يجيب عن أسئلتنا بما يلائم طبيعة ومعالم الثقافة الإسلامية دون أن ننساق إلى كل ما جاء في هذه الثقافة الوافدة ما يلائم أسئلتها المخصوصة، أي لم تكن ثقافة الإسلامية قادرة على تنخيل ما هو كوني في هذا الثقافة مما هو محلي فيها. ولذلك اعتبر أخذ كل ما يرد علينا استلابا ثقافيا. إذن التمييز بين المفهومين مرتبط بالسياقين التاريخين، مثلا بين النموذج الأول الذي كنا فيه متثاقفين والنموذج الثاني الذي غلب علينا فيه أن نكون مستلبين ثقافيا. طبعا يحتاج هذا المشروع إلى رجال، يحتاج إلى لا وجود لإصلاح بدون مصلحين، ولا وجود لعطاء وإبداع بدون مبتدعين. وطبعا يحتاج هذا الأمر إلى عمل جبار قام فيه أو حاول أن يقوم به كثير من آلامنا في الفكر وفي الثقافة وأيضا في المجالات الأخرى، لكن كما قال الطالب في بذكاء لا بد أن نطرح سؤالا أساسيا وما يمكن أن نسميه بسوسيولوجيا الفشل. لماذا فشلت
أو فشل النهوض الحضاري في سياقنا. مع كون ثقافتنا وحضارتنا سواء على مستوى الأصول، أي الأصول الإسلامية الوحيانية من كتاب من القرآن الكريم ومن سنة نبوية صحيحة، وبعض إشراقات علمائنا في مختلف مجالات المعرفة في التفسير والفقه وما سوى ذلك من العلوم الشرعية، وإشراقاتهم وإبداعاتهم في العلوم الكونية الملائمة لأزمنتهم في البصريات والفلك وما سوى ذلك من المعارف، كل ذلك يشكل إرثا حضاريا يحفزنا ويستحثنا على أن ننهض من جديد. لكن ما الذي يعود هذا النهوض؟ هذا هو السؤال. طبعا الحضارة الغربية وصلت إلى آفات أو وقعت فيها آفات، ولكن هذه الحضارة صراحة تمتلك من الأدوات ما به تعالج هذه الآفات، وأعظم هذه الأدوات التي تشكل روح الحداثة هو النقد، هذه القدرة على مراجعة الذات بشكل مستمر، هذه القدرة على النقد الذاتي بشكل مستمر، هذه القدرة على أن يخرج من باطن من صلب هذه الثقافة ما يجدد وجودها ويجدد حضارتها، ذلك ما نحتاجه نحن، وفي إمكاننا ذلك. طبعا لا يمكن لأي كان أن يلغي هذا الإرث الحضاري الإسلامي البادخ والذي فيه من المعارف وفيه من الإشراقات في فهم الدين وفهم الحضارة وفهم المجتمع، وأيضا من الإبداع الجمالي في الشعر والسرد والموسيقى والمعمار وما سوى ذلك، ما يستوجب أن نعيد استلهامه لكونه قادرا على أن يعطينا ويمدنا بقوة أخرى للآفاق الإبداع والآفاق الإبداعية الجديدة. لذلك في هذه الناحية أنا مع الفيلسوف الذي قال: إذا رأيت أبعد مما رأى أجدادك فلأنك تقف على أكتافهم. كي نرى أبعد مما رأوا لا بد أيضا أن نستلهم ما فعل، لكن في ذات الوقت يجب أن نمتلك تلك الملكة النقدية لتنخيل تراثنا والتمييز فيه بين الغبت والسمين، بين ما هو صالح لكل الأزمنة والأمكنة، وبين ما كان يشكل إجابات ظرفية اجتهد فيها أسلافنا لكي يجيبوا عن أسئلتهم الخاصة والتي لم تعد أصلا أسئلة بالنسبة إلينا في سياقنا الجديد. ولذلك علينا أن نقتدي بهم لا في استيراد الإجابات، بل في القدرة على مواجهة واقعنا والتعرف على إشكالاته والقدرة على الاستلهام من الأصول الأولى التي هي القرآن والحديث ما به يمكن أن نضيء أسئلتنا مع الانفتاح الضروري على ما هو كوني في مختلف الثقافات الأخرى. إذن يجب أن نمتلك حسا نقديا مزدوجا، ننتقد تراثنا للتمييز فيه بين ما يمكن أن نستفيد منه وما يتعلق بتفصيلات تاريخية انتهت صلاحيتها، وبين أيضا نقد أيضا التراث أو الثقافة الحداثية بحيث ننخلها ونمتلك ذاك الراوق المصفات المعرفية النقدية التي تميز بين ما هو كوني في هذه الثقافة والذي يجب أن نأخذ به كمكتسب حضاري للإنسانية، وبين ما هو ظرفي تاريخي متعلق بخصوصية التاريخية لهذه الثقافة. هذا العمل النقدي المزدوج هو الذي يحتاج إلى رجال لكي يقومون به، وهناك الشهادات لا يجب أن نبخس الناس حقها، لكن هذه الشهادات ما زالت الشهادات متفرقة والشهادات فردية ولم تتبلور في تيار قوي يجد سنده الاجتماعي في المجتمع ويجد أطره الحاضنة الاقتصادية والثقافية والإعلامية
والسياسية التي بإمكانها أن تحوله إلى مشروع النهوض الحضاري. هذه فقط إشارات، وإلا فما أشرت إليه من البعد الروحاني هذا أحد أبعاد الكبرى التي يمكن للحضارة الإسلامية اليوم أن تسهم به في ترشيد انحرافات الحداثة. طبعا الطموح هو الثروة الرئيسية التي يمكننا أن نعتمد عليها في شبابنا. قوة الإرادة هذا أول مكسب، لأن الانحطاط الحضاري يبتدئ أول ما يبتدئ بالانهزام النفساني والشعور بعدم القدرة على فعل أي شيء أمام الإشكالات المستجدة. والطموح يبدأ أولا بالإيمان بالقدرة على الفعل، بالقدرة على العطاء، وهذا أمر موجود في القرآن الكريم وفي السنة النبوية. ولو كان الوقت لوقفت على أمثلة مباشرة كيف أن القرآن الكريم يمد الإنسان بقوة العطاء وقوة الإقبال حين يدعوك إلى التأمل في الوجود، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار الآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون. هذا فعل في المضارع، أي في زمن لا ينتهي، في زمن ممتد. التفكر في الوجود هذا التفكر مزدوج، تفكر في الوجود لكي ترى يدلك على الحق سبحانه وتعالى، ويدلك على أن هذا الوجود هو مرآة ومجلى لأسمائه الحسنى، اسمه البديع واسمه الخالق واسمه المصور واسمه الصانع تعالى ذلك، فيزيد ذلك في إيمانك ويغذي روحانيتك. وأيضا يدعوك إلى التفكر في هذا الوجود لكي تستنبط قوانينه ونواميسه وسننه بالعلم والمعرفة حتى تستطيع تسخيره لما يخدم هذه المقاصد الكلية التي أنت مستأمن كخليفة الله في الأرض عليها.